أهلا بكم كل متابعي الكرام في قناتكم توتي نيوز. الفنان الراحل سيد زيان من أهم نجوم الكوميديا، وسبب تميزه الحب للفن والكوميديا، لقبوه الفنان بالشاش الكوميديا لأنه كان ذو طابع خاص على الشاشة، فتميز على غيره من نجوم الفن. فهنكشف النهاردة معاكم أسرار عن حياته وسبب وفاة ابنه الغريب، وكمان الصراعات اللي قامت بين أولاده بعد وفاته. الفنان من مواليد 17 أغسطس عام 1943 في حي، وكانت دراسته في مجال صيانة طائرات سلاح الطيران في مدرسة الميكانيكا. وعلى الرغم من دراسته ومهنته المميزة، إلا أنه كان عاشق والوقوف على خشبة المسرح، وكمان كان بيعشق الفن. وبدأ حبه للتمثيل من وقت لما كان في المدرسة، وانضم لفرقة الهواة مع الفنان عبد الغني ناصر اللي قدمه في دور مميز، دور كوميدي في مسرحيته إعلان الجواز. ومن هنا بدأت الأدوار تهافت عليه حتى دوره في مسرحية سيدة الجميلة مع الفنانة الراحلة شويكار. ومن خلال دوره في المسرحية عرفوا الجمهور وبدأت نجوميته وانهالت عليه الأدوار المسرحية. وبعدها انتقل لفرقة الريحاني اللي اشتغل فيها حوالي 9 سنين متواصلة. ومن أشهر المسرحيات دي زي واحد ليمون والتاني مجنون والباراشوت وكمان الورثة والقشاش. وعلى الرغم من شهرته المسرحية الكبيرة وأدواره اللي بتعتبر جاذبة للجمهور، وإنه كان من ضمن الصفوف الأولى من الفنانين، إلا إنه عمله في السينما ما كانش زي المسرح، فكان بيقدم أدوار سنوية ومساعدة ولم يحصل على دور البطولة المطلقة حتى ولو لمرة واحدة، لكنه قدر يترك أدوار ذو علامة فارقة في السينما المصرية حتى الآن. فمحدش يقدر ينسى دوره في فيلم وكالة البلح مع الفنانة الرائعة نادية الجندي، ودوره كمان في فيلم المتسول مع الفنان الكبير عادل إمام، وغيره من الأعمال الفنية الرائعة للفنان سيد زيان. بالنسبة للجانب الحزين والمؤلم في حياة الفنان سيد زيان، فبدأ قبل وفاته بسنوات طويلة لما أصيب بالشلل بعد تعرضه لمرض شديد، والأمر اللي زود عليه تعبه هو وفاة ابنه أيمن بسبب تناوله جرعة مخدرات زيادة أدت لوفاته. بعدها أصيب سيد زيان بحسرة شديدة وتدهورت حالته الصحية، وبعد مرضه كان بيرفض الظهور في الإعلام لأنه كان عايز يفضل في أذهان الجمهور في صورته اللي متعودين عليها، صورة الفنان الكوميدي مش شخصية مريضة. أما عن الصراع اللي استمر بين أبناء الفنان سيد زيان، فأنجب سيد زيان 7 أولاد وهم منى وسامية وإيمان وحنان ومحمد وداليا وأيمن. وفي سنة 2005 بالتحديد بعد إصابة الفنان سيد زيان بالشلل، قام ابنه محمد بالتصرف في كل أمواله والأموال المادية كمان بدون وعي، فقام بتأجير المزرعة، مزرعة والده اللي بتبلغ مساحتها 21 فدان، ورفع البنات عليه دعوة حجر وعلى والدهم علشان يقدروا يوقفوا أخوهم عن حرية التصرف في الأموال كلها. وكشفت بنته إيمان التفاصيل الأخيرة في حياة والدها قبل وفاته في منزله، فصرحت وقالت إن والدها نطق الشهادتين مرتين وابتسم وفضل ينادي على والدته المتوفية وكأنها كان شايفها وحاجات هم مش شايفينها. وبعدها اتوفى يوم 13 ابريل عام 2016. وبعد وفاته حصلت صراعات بين اولاده بسبب الميراث كمان، يعني قبل وفاته وبعد وفاته كمان. وكانت ثروة سيد زيان عبارة عن شقة تمليك في ميامي بالاسكندرية، وقطعة ارض مساحتها 16 فدان في الاسكندرية، ومزرعة مساحتها 21 فدان كمان في الاسماعيلية. كان الفنان سيد زيان في بداية حياته العملية كان بيعمل أدوار تراجيدية، وكان لا يدرك أنه لديه موهبة كوميدية،
وكان بيشارك في عروض جميلة بحريت. وكمان قال له الفنان عبد الغني ناصر ان بداخله فنان كوميدي لم يستخرجه حتى الآن. وقال بعد كده انه استنكر ده في بدايته ومحسش انه فنان كوميدي، لكن بعد ترشيحه لدوره في مسرحية اعلان جواز ومشاهدة الفنان فؤاد المهندس والمنتج سمير خفاجي للعرض، فوجئ سيد زيان بان فؤاد المهندس بيطلب منه انه ينضم لفرقة الفنانين المتحدين، ورشحه بالفعل ليشارك في مسرحية سيدتي الجميلة اللي كانت بدايته في عالم الشهرة، ووقتها كان هيحصل على اجر 25 جنيه. على الرغم من ان الفنان سيد زيان لم يحصل على فرصة البطولة المطلقة في الدراما التلفزيونية او كمان في السينما، لكن حصل عليها في المسرح، فقدم اعمال مسرحية باسمه زي العسكري الاخضر والباراشوت، وكان بيقدم في المسرحيات دي اسكتشات واغاني. قضيت الفنان سيد زيان شائعات كتير جدا قبل وفاته، فأثناء فترة مرضه انتشرت شائعات حول حفظه للقرآن الكريم بالكامل، لأنه كان بينوي أن يصبح مقرئ في أحد المساجد، وهذا ما نفته ابنته إيمان اللي قالت إن والدها لا يستطيع التحدث بطريقة جيدة، فلقد أثر المرض على صوته. وتوفى سيد زيان في الوقت ده بعد انتشار الشائعات إنه ناوي يبقى مقرئ في أحد المساجد. وخلال فترة مرض الفنان سيد زيان قضى حوالي رحلة المرض دي حوالي 9 سنين مع صراع مع المرض، وبعد إصابته بجلطة في المخ وجعلته الجلطة دي يعجز عن الكلام، وده اللي خلاه يغيب عن الشاشة لفترة طويلة وعن الوسط الفني كله بسبب مرضه، واللي زاد أكتر عليه وفاة ابنه أيمن. شارك الفنان سيد زيان في حوالي 170 عمل فني سواء في الدراما والمسرح والتلفزيون كمان والسينما، وشارك مع العديد من كبار النجوم منهم الفنان فؤاد المهندس والفنانة نادية الجندي وعادل إمام وأحمد زكي ونور الشريف ورشدي أباظة ونجلاء فتحي ومحمود ياسين وغيرهم من الممثلين وعمالقة الفن اللي شارك معهم الفنان سيد زيان. وبعد معاناة مع المرض لم يعد الفنان سيد زيان للتمثيل مرة أخرى، وتوفى في 13 إبريل عام 2016. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة اللي كان بطلها الفنان سيد زيان، ونرجو من حضراتكم ما تنسوش دعمنا بلايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة، ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة. وبفكر حضراتكم ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات تحت الفيديو مين الفنان او الفنانة اللي تحبوا نتكلم عن مسيرته الفنية وكمان حياته الشخصية معانا في الفيديو القادم. وبشكر حضراتكم جزيل الشكر على دعمكم المستمر لينا في القناة، جزاكم الله عنا كل خير.